كذب مصادرنا مقتل مواطن أمريكي في شقته على يد مجهولين، وقد أبدت السفارة الأمريكية استياءها من الواقعة وطلبت السلطات المصرية بسرعة البحث والقبض على الجناة. ده كده الحكاية وسعت قوي. وقد أفادت الأدلة الأولية بأن المشتبه به شاب يعمل في توصيل الطلبات بمحل للوجبات السريعة، ومن الواضح أن القتل كان بدافع السرقة، ويتضح ذلك من العبث الواضح بالأدراك في جميع أنحاء الشقة وجاري البحث للقبض على الجاني. الراجل مات. أنا كنت حاسس. اهدى اهدى يا اهدى. اهدى ايه؟ أنا بقيت قاتل. أنت كنت بتدافع عنها وعن نفسك. حضرتك أنا غلبان ومش هصدقوني. أنا هشهد معاك، أنت ما عملتش حاجة، أنت كنت بتدافع عني. ما حدش هيصدقك. ده أمريكاني. ما تخافش يا حبيبي، البلد فيها قانون. ما قلقش. إيه؟ قانون إيه؟ طمن يا ابني، احنا معاك. انت شاب شهم وشجاع، ولو وصلت ان انا اقول ان انا اللي قتلت هقول كده. انا لا يمكن اتخلى عنك.